امبارح بالمناسبة عقب تتويج فريق الطايرة باللقب الإفريقي، طبعا كابتن محمود الخطيب كان حريص أنه يتصل باللاعبين وبالجهاز الفني ويهنيهم على حصولهم على هذا اللقب وكمان على الأداء الرجولي طوال مباريات هذه البطولة، وأعرب عن كامل تقديره لإصرارهم وكمان روحهم القتالية العالية جدا، وأكد على ثقته الكبيرة فيهم وفي قدرتهم على تخطي التعثر المفاجئ في البطولة المحلية، وهو ما أثبتوه يعني بالفعل في البطولة القارية، وأكد أن الفوز ده أكيد 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 هيحمل الجميع مسؤولية كبيرة جدا لبذل المزيد من الجهد والتألق في كل التحديات التي تنتظر الفريق في المرحلة المقبلة وبما يتناسب مع قيمة النادي الأهلي وطبعا تاريخه الكبير.